في الإجازة زار فواز جده وأعجبه منظر الأشجار المثمرة، فطلب من جده: أريد أن أتعلم الزراعة يا جدي. فماذا تحب أن تزرع يا فواز؟ أريد أن أزرع الجزرة لأنني أحب عصيرة. حرس الجد الأرض ونصر فواز البذور ثم رشها بالماء. بعد أيام ظهرت أوراق الجزرة، فوقف فواز مندهشا فقال له جده: لماذا لم تقلع الأوراق يا فواز؟ فربما أن تجد الجزر. ذهب فواز واقتلع الأوراق فوجد الجزر موجودا. شكرا يا جدي، الآن تعلمت أن الجزر ينمو تحت الأرض تحت التراب. جزاكم الله خيرا، كان معنا في دور الجد الطالب سعيد. أحسنت يا سعيد، ومعنا الطالب عزام في دور فواز. الآن سأسأل التلاميذ: أين ينمو الجزر؟ تحت التراب. طيب يا أنس، لماذا زرع فواز الجزر؟ لأنه يحب عصيرة. الآن مع عبد الملك، كلمة الجزر لا من قمرية أم شمسية؟ قمرية. أقول عبد الملك. عبد العزيز، تعال هنا، تعال هنا يا عبد العزيز. أين زار فواز جده؟ في الإجازة زاره أين؟ زاره عند بيته. زاره على بيته في مزرعته. في مزرعته. ماذا طلب فواز من الجد؟ ماذا طلب منه؟ أن يتعلم الإيه؟ الزراعة. وطلب منه ياسين مخصوص أن يزرع ماذا؟ الجزر. لا، لماذا؟ لأنه يحب عصيرة. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.